اليوم اجيتكم بقصة تتكلم عن الصين القديمة. القناعة كنز لا يفنى والطمع تهلكه. القصة تقول حاكم اراد ان يكافئ مواطن، فقال له يعني هو عنده، نحكي بالعامية، عنده قطعة من الارض، فقال له يعني إيش قد ما تمشي أنت مسافة راح تكون لك هاي القطعة. فرح طبعا المواطن ومشى مسافة هاي القطعة، وصل إلى حد أراد أن يقول يعني يرجع للحاكم. بعد قال خلي أكمل، كمل لمدة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وصل إلى يعني حد النهاية، ضاع في هذه الأرض. فالعبرة من هذه القصة إنه الطمع يودي إلى التهلكة.